بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. خوتي أخواتي، فيديو جديد، كنتمنى يلقاكم في أحسن الأحوال وصحة جيدة يا رب. جبت لكم وصفة أكثر من رائعة لتحضير اليوغورت أو الزبادي بالمنزل، طريقة مختلفة، طريقة حصرية على قناتي. نتمنى إن شاء الله تجربوها وتردوا عليا الأخبار. طريقة فورية، ما غتحتاجي لا تخليه ليلة كاملة، ما غتحتاجي لا ما سخون ولا أي حاجة من هذه الأشياء، بدون تعقيدات. والمكونات بسيطة، غادي نحتاجو الحليب، غادي نحتاجو اليوغورت، وغادي نحتاجو السكر على حسب الذوق، وغادي نحتاجو للمكون الأساسي اللي هو النشا. أنا هنا استعملت ملعقتين كبيرتين ممسوحتين مع نصف لتر من الحليب، اللي بغى الدوبل الكمية الدوبل المقادير. المهم على البارد كنخلطوهم، بعد كنحطوهم فوق النار كنحركوهم حتى كنوصلوا لهذا القوام اللي كتشوفوا، يعني كيكون هكا سائل نوعا ما، ماشي ثقيل بزاف، وكيبقى هكا ملتصق بالملعقه كما كتشوفوا. كندوزوا الاصبع وكتبقى ديك المنطقه نظيفه. صافي، هنا كنعرفوا اننا حصلنا على القوام المطلوب. من بعد كنخلوه يعني حتى كتنزل الحراره ديالو واحد شويه، عاد كنضيفوا له اليوغورت. بالنسبه لليوغورت ممكن تستعملوا اي يوغورت كيعجبكم، اي زبادي كيعجبكم، كما كان. ماشي ضروري هذا الزبادي اللي كيكون عاقد، حتى اللي كريمي وحتى بالنكهات اخرى ممكن تستعملوها، لان في هذا اليوغورت هذا كنعتمدوا على النشا هو اللي كيعطينا داك القوام، ماشي على الخمائر اللي كاينين في اليوغورت. لذلك استعملوا اي نكهه بغيتوا. المهم بعد ما كنخلطوه مزيان، هانتوما كيولي شويه ثقيل، هنا راه باقي سخون، غادي نحطوه في الكؤوس مباشره، ومباشره نحطوه في الثلاجه حتى كيبرد مزيان، ومن بعد كنجبدوه وكنتناولوه بالصحه والراحه. هانتوما كيفاش كيجي، يعني عاقد وفي نفس الوقت كريمي رائع رائع. نتمنى انكم تجربوه، اللي جربوه خلي لي الراي ديالو في التعاليق. الطعم ديالو ولا اروع، ما كيت يعني ما تفرقوش مع اليوغورت اللي كنشرو من المحلات التجاريه، كيجي رائع. وممكن كما قلت لكم تستعملوه اي نكهه بغيتو. كيجي زوين دانون، كيجي زوين. حطوا لايك في قناه ماما، عطوا لي لايك وشير وسبسكرايب، شوفوا كاع جربوا هذه الطريقه، وما تنساوش تدوسوا عندي الانستغرام. مرحبا بالجميع، والى ان القاكم في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء.